هسه راح ناخذ الطريقة الثانية في حل المعادلات التفاضلية اللي هي من نوع الغير متجانسة النون هوموجينيوس. شفنا بالطريقة السابقة اللي هي الاندترمينانت كوفيشنتس، قلنا هاي الطريقة تحل المعادلات التفاضلية من الدرجة الثانية وتكون نون هوموجينيوس، بس هذه الطريقة السابقة كانت تحل المعادلات اللي تكون الاف اوف اكس مالتها اما ساين او كوساين او اكسبوننشيال او بولينوميال. يعني اذا اجتي غير هذه الدوال فالطريقة الاندترمينانت كوفيشنتس ما تقدر تحل هيك انواع من المعادلات. هذه الطريقة الفاريشن اوف باراميترز هذه اعم من الطريقة السابقة، يعني هذه تحل كل انواع الدوال، كل انواع الدوال اللي هي تمثل جزء النون هوموجينيوس ممكن تحلها. وكذلك هاي الطريقه الفاريشن اوف بارامترز ما مختصه فقط بالدرجه الثانيه، ممكن نحل بها الدرجات الاعلى بالمعادلات التفاضليه، يعني درجه ثالثه او رابعه، فهي درجه يعني اي درجه كانت المعادله التفاضليه ممكن نستخدم هاي الطريقه في حل المعادلات. فكرة هذه الطريقة تقول انه احنا اكيد بالمعادلة التفاضلية راح يكون اني عندي homogeneous part، هذا ال homogeneous part الحل مالته راح يكون بهذه الصورة. احنا شفنا بال homogeneous الحل راح يكون في الثابت وفي الدالة، مثلا نسميها U1 زائد ثابت ثاني C2 U2، سواء كان هذا exponential او كان مثلا sin cosine، المهم من كنا نحل بالهوموجينيوس يطلع لنا الحل بهذه الصيغة. فهنا قالوا انه احنا راح نسوي معادلتين بهاي الطريقة. المعادلة الاولى هي ال U1 اللي هي جاية من الهوموجينيوس solution مضروبة في متغير اسمه ال V1 داش، داش يعني هذا او برايم يعني مشتقة ال V1، وسنعرف نعرف بعدين ال V1 شنو، زائد U2 اللي هو الجزء الثاني من حل الهوموجينيوس بارت مضروب في V2 برايم يساوي صفر. هذه المعادلة الاولى. بعدين نخلي تحتها المعادلة الثانية اللي هي Y او عفوا U برايم V1 برايم زائد U2 برايم v2 prime يساوي f of x اللي هي مهما كانت هذه الدالة. هذه المعادلتين من يجينا سؤال differential equation احنا نقدر نحل الجزء الغير او الجزء المتجانس ال homogeneous، راح نطلع اليو واليو 2. اليو اشتقة حيصير عندي u1 داش prime، ويو 2 ايضا اشتقة راح يصير عندي u2 prime. تبقى عندي المجاهيل هي ال v1 برايم والV2 برايم مجاهيل، عندي معادلتين ومجهولين. فممكن اني هذه الاف اوف اكس معطات بالسؤال تكون، ممكن اني بالطرح او بالجمع اوجد واحد من عندهم اللي هو الV داش او V2 داش او برايم. بعدين ورا ما اوجدهم فاني راح اقدر اطلع الV1 اللي هو راح يساوي، بما انه الV1 برايم هو مشتقة فالV1 راح يصير تكامل الV1 برايم dx زائد c، وكذلك ال v2 راح يصير تكامل ال v2 برايم dx زائد c. استخرجت ال v1 وال v2، هي هذه الفكرة انه انا سويت هذه المعادلات حتى استخرج ال v1 وال v2، لانه ال v1 وال v2 هي اللي راح تمثل الحل بالاضافة الى ال u1 وال u2. فراح يصير الحل النهائي اللي هو y of x راح يساوي u1 هذا جزء الهوموجينيوس مضروب في ال v1 اللي استخرجته منه، لازم استخرج المشتقة مالته واكامله يلا اقدر اخليه بالحل النهائي. وال u2 ايضا هذا من جاي من الهوموجينيوس بارت مضروب بال v2 اللي هو ايضا لازم اكامله من المشتقة مالته. هذا راح يكون هو الحل العام او الجنرال سوليوشن للديفرنشال اكويجن. فببساطة هذه هي فكرة هاي الطريقة. خلينا ناخذ مثال حتى تتوضح الصورة اكثر. مثلا عندي هذه المعادلة y double prime زائد y يساوي tan الاكس. لاحظ انه هنا انا عندي tan الاكس، وهذه tan الاكس
مو من ضمن الدوال اللي نقدر نحلها بالطريقة السابقة. هذه أنا مضطر أحلها بهاي الطريقة اللي هي الـ variation of parameters. إذن الـ f of x ما تيتان. أول شيء نفس الفكرة، نحل الـ homogeneous part. أقول هنا الـ homogeneous part أيضا y double prime زائد y يساوي صفر. بعدين أقول let y تساوي e mx. إذن y prime يساوي m e mx و y double prime يساوي m تربيع e mx. أعوض بالمعادلة هذه مال homogeneous، فراح تصير m تربيع e mx زائدا e mx y ويساوي صفر. أستخرج e mx عامل مشترك، راح يصير عندي m تربيع زائد واحد يساوي صفر. ونعرف انه احنا e mx لا يساوي صفر، اذن الام تربيع زائد واحد هو اللي راح يساوي صفر. اذن الام تربيع راح يساوي سالب واحد، واجذر الطرفين الام راح يساوي زائد ناقص i. وقلنا بالاعداد المركبة راح ناخذ الموجب، اذن الالفا راح تساوي صفر والبيتا راح تساوي واحد اللي هي معامل الاي. اذن الحل الهوموجينيوس راح يساوي مثل ما احنا يعني اخذنا الطريقة حل الهوموجينيوس، الاي اس الفا اكس، الالفا صفر في اكس مضروب في ساين او سي 1 كوساين اكس زائد سي 2 ساين الاكس. طبعا هذا راح يكون هو واحد، فهذا ما احتاج اكتبه. اذا الحل الهوموجينيوس هو سي 1 كوساين اكس سي 2 ساين الاكس. هسه الفكرة من هاي الطريقة انه قال لك هذا الكوساين راح يعتبر يو 1، هذا الساين راح يعتبر يو 2 في هذه الطريقة. زين هسه نجي نسوي المعادلات حتى نطلع الفيات. المعادلات مثل ما قلنا خلينا نكتبها هنا، هي يو 1 في 1 برايم زائد يو 2 في 2 برايم، بعدين يو 1 برايم في 1 برايم زائد يو 2 برايم في 2 برايم. هذه تساوي صفر، هذه راح تساوي اف اوف اكس اللي هي بالسؤال عندي تان الاكس. اجي هنا انا احتاج انه اليو استخرج المشتقة مالتها اليو برايم. هنا اليو 1 برايم شو تساوي؟ كوساين مشتقة سالب ساين. وعندي اليو 2 برايم شو تساوي؟ ساين مشتقة كوساين. اعوض بهذه المعادلات، صار عندي معلوم، عندي اليو 1 معلوم واليو 2 معلوم واليو 1 برايم معلوم واليو 2 برايم معلوم والاف اوف اكس معلوم، بس الفيات مجهولة. اعوض المعادلة، اليو 1 هو كوساين الاكس مضروب في في 1 برايم زائد يو 2 هو ساين الاكس مضروب في في 2 برايم يساوي صفر، واليو 1 برايم هو هذا ناقص ساين الاكس، وهنا في 1 برايم زائد اليو 1 اليو 2 برايم هو كوساين الاكس، في 2 برايم يساوي تان الاكس اللي هو الاف اوف اكس يمثل. هذه صارت معادلتين. احتاج انه يعني اوجد في الطريقة اضربها في مقدار المعادلتين حتى اتخلص من واحد من اما الفي 1 او الفي 2 حتى اوجد واحد بدلالة الثاني. فهنا احنا ممكن شو نسوي؟ ممكن اضرب المعادلة الاولى هذه اضربها في هذه المعادلة كلها راح اضربها في ساين، هاي راح اضربها في ساين، وهذه راح اضربها في كوساين. كوساين ليش؟ حتى هاي يصير ساين كوساين، وهاي يصير سالب ساين كوساين. واحدة موجب واحدة سالبة راح تنحذف الفي 1، راح اقدر اوجد الفي 2. فهذه المعادلة بعد عملية الضرب شو راح تصير؟ راح تصير عندي، طبعا هذه ضرب، راح تصير عندي ساين الاكس كوساين الاكس في 1 برايم زائد ساين تربيع، راح تصير هاي ساين تربيع الاكس في 2 برايم يساوي صفر. هذا راح تصير سالب ساين الاكس كوساين الاكس في 1 برايم زائد كوساين تربيع الاكس في 2 برايم يساوي، هنا انا عندي تان انضرب في الكوساين. احنا نعرف انه التان هو شنو؟ هو ساين على الكوساين، فمن اضربه بكوساين راح يروح الكوساين، حيبقى لي هنا بس ساين الاكس بهذه المعادلة. زين هسه بعملية الجمع
هذه راح تروح كلها، فراح تبقى لي هذه المعادلة اللي هي ال V2، فراح يصير عندي هنا ساين تربيع ال X V2 برايم زائد بالجمع قلنا كوساين تربيع ال X V2 برايم يساوي ساين ال X، لأن صفر زائد ساين هو ساين ال X. هسا من هنا أقدر أطلع V2 عامل مشترك، فصير V2 برايم عامل مشترك يبقى لي ساين تربيع ال X زائد كوساين تربيع ال X ويساوي ساين ال X. هذه هي واحد، هاي نسبة مثلثية، إذن V2 برايم تساوي ساين ال X. استخرجت ال V2، هسا صار عندي ال V2. هسا أريد ال V1، فإحنا نعوض بأي واحدة من المعادلات، راح أعوض بهاي المعادلة الأولى. خلينا نقول دائما نعوض بالمعادلة اللي أم الصفر باعتبارها تكون أسهل. فهنا ال V2 أعوضها بمكان هذا، فراح يصير عندي كوساين، يعني هنا نقول put in 1، نعوض المعادلة الأولى كوساين X، أنا أريد ال V1 هذا أريده، زائد هسا هذا ساين بساين صار ساين تربيع ال X يساوي صفر. إذن ال V2 ال V1 برايم راح يساوي، أنقل الساين تربيع بهذا الاتجاه حيصير سالب ساين تربيع ال X على كوساين ال X، هذا راح يتقسم حيصير كوساين ال X. فهسا لقيت ال V1 برايم وال V2 برايم، لقيتهم. هسا شنو أحتاج؟ أحتاج بس أكاملهم حتى يطلع الحل النهائي، لأن أنا عندي ال U1 وعندي ال U2، ومن التكامل ما ذني الاثنين حطلع ال V1 وال V2، وهو هذا الحل لل differential equation. تكامل ال V2 راح يصير كل السهل، لأن هو ساين V2 برايم أو ال V2 بدون برايم تساوي تكامل ال V2 برايم dx، فراح يصير ال V2 تساوي تكامل ساين ال X dx، وتكامل ساين ال X هو سالب كوساين، إذن ال V2 راح تساوي سالب كوساين ال X زائد C، زائد C بعدين يعني نضيفها. هذه هي ال V2. هسا نريد ال V1، تكامل هذا ال V1، ال V1 يساوي تكامل ناقص ساين تربيع ال X على كوساين ال X dx. طبعا هذا انه ساين تربيع، لو الكوساين كان فوق هنا كان قدرنا نكامل الاس، بس هنا الكوساين بالمقام، فنحتاج هذا الساين تربيع احوله الى صيغة اخرى، مثلا نحوله الى واحد ناقص كوساين تربيع الى هذه النسبة. احنا قلنا ساين زائد كوساين هو واحد، اذا الساين تربيع شي يساوي؟ يساوي واحد ناقص كوساين تربيع. فهنا راح يصير ال V1، راح اطلع هذا السالب برا التكامل، حيصير هذا كأنما النسبة مالته كوساين هنا واحد ناقص كوساين تربيع الاكس، ووزع الكوساين وراح يصير سالب واحد مضروب في تكامل واحد على الكوساين اكس، وهنا ناقص كوساين تربيع على كوساين راح يصير كوساين اكس، وهذا يعني التكامل ايضا يتوزع دي اكس بدي اكس. هذا واحد على الكوساين هو شنو؟ هو سيكنت، راح يصير عندي بالنتيجة ناقص تكامل مضروب في تكامل السيكنت ال x dx ناقص تكامل كوساين x dx. وطبعا هذا كل السهل باعتبار هنا تكامل السيكنت هو لن السيكنت زائد تان، ويساوي ناقص لن السيكنت x زائد تان ناقص هذا، طبعا هنا الناقص حينضرب هذا ينضرب هذا حيصير زائد، فهنا الكوساين تكامله هو ساين x، وبالتالي وجدت اني ال V2. هسا اذا اريد اكتب الحل النهائي، الحل النهائي راح يمثل عندي الحل الكامل، يعني راح يمثل عندي الهوموجينيوس، او عفوا ال y x راح يمثل جزء الهوموجينيوس اللي هو ال U1 V1 زائد U2 V2. اذا ال y لل x راح يساوي ال U1 احنا طلعناها شقد كانت كوساين x، وال V1 طلعناها وين؟ ال V1 هذه ساين اكس، مو هذه الفي 1 كملناها، عفوا هي هذه الفي 1 مو ساين الاكس، الفي 1 هي هذه هي الفي 1
اللي طلعناها كلها، يعني الكوساين مضروب في سالب لن السيكنت الاكس زائد تان الاكس زائد ساين الاكس، هذه كلها هي الفي 1 زائد يو 2 كانت ساين الاكس مضروبة في في 2، الفي 2 هي هذه اللي طلعناها سالب، يعني مضروبة في سالب كوساين الاكس، ونقدر نرتبها وندخل السالب. فهذه هي الفكرة من هذه الطريقة، انه احنا عندنا اليو 1 واليو 2 من الهوموجينيس بارت، والفي 1 والفي 2 نستخرجها من المعادلتين اللي سويناها عن طريق الجمع او الطرح، راح نستخرج واحد من عندهم، بعدين اعوض بوحده من المعادلات استخرج الثاني من الفيات، اكامل الفي 1 برايم واكامل الفي 2 برايم، راح استخرج الفي 1 والفي 2 وهي راح تمثل لي الحل ويا اليو 1 واليو 2 مال الهوموجينيس بارت. فهاي الطريقه اللي هي حتكون عامه اكثر، راح تحل امثله اكثر او تحل انواع متعدده من الدوال، وايضا ممكن نحل بها الهاي اوردر هوموجينيس نون هوموجينيس ديفرنشال ايكويشنز، يعني مو الا درجه ثانيه، ممكن درجه ثالثه ورابعه. فهاي طريقه اعم من الطريقه السابقه.